الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وصلت المجمع الثقافي لشهيد المحراب اللي يعتبر المركز الرئيسي لنقطة انطلاق والتقاء الزائرين، نقطة التقاء الزائرين القادمين من الجنوب ونقطة انطلاق الزائرين الأجانب نحو كربلاء المقدسة. هذا المجمع الثقافي اللي يضم مرافق خدمية وثقافية وعلمية عديدة، أبدأها من قاعات المنام المكيفة والمهيئة لاستقبال الزائرين القادمين لهذا المجمع الثقافي. يوميا مئات الآلاف من الزائرين يفدون ويدخلون إلى هذا المجمع. أيضا المجمع الثقافي لشهيد المحراب يقدم يوميا مئات الآلاف من الوجبات ابتداء من الصباح الباكر وحتى الليل. الآن الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، إلا أن المجمع مكتظ بالزائرين الوافدين إلى مدينة النجف الأشرف. الكثير من الزائرين المتواجدين هنا في مجمع شهيد المحراب الثقافي تجدهم من الأجانب، سواء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول الخليج، والأجانب اللي يتخذون من هذا المجمع مكان لراحتهم وانطلاقهم نحو كربلاء المقدسة. ما زلنا متواجدين في المجمع الثقافي لمرقد شهيد المحراب الخالد على الخدمات اللي يقدمها هذا المجمع للزائرين الوافدين إلى مدينة النجف الأشرف. قواكم الله سيدنا، مأجورين إن شاء الله. بداية نشكر جهودكم على الخدمات اللي توفروها للزائرين رغم الأعداد الكبيرة الهائلة، لكن خصوصا بعد وقت متأخر من الليل، لكنكم موجودين وعلى قدم وساق والخدمات كلها متوفرة. حدثني عن الخدمات اللي ممكن نقدموها للزائرين رغم هالأعداد الكبيرة اللي تتوافد إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أعظم الله أجورنا وأجوركم وأعزي العالم الإسلامي باستشهاد سيدنا مولانا الإمام الحسين عليه السلام. الحقيقة تعود مجمع شهيد المحراب وموكب شهيد المحراب في هذا المجمع بتقديم أفضل الخدمات للزائرين من أجل راحتهم واستقرارهم. نتفهم مجيئهم من مناطق مختلفة من العراق ومن خارج العراق للتعب والجهد والحار وكل تفاصيل اليومية والساعات التي يتحركون فيها، فلا بد لنا أن نقدم أفضل الخدمات بمختلف المساحات من أجل تخفيف هذا العناء عنهم وفي هذا الجو اللاهب من الحر. الحمد لله مجمع شهيد المحراب يحاول أن يقدم لكل أخواننا وأعزائنا من أتباع البيت ومن غيرهم في من المرافق الصحية إلى غسيل الملابس للرجال والنساء، إلى إقامة صلاة الجماعة، إلى محاضرة بعد صلاة الجماعة، إلى المبيت لهذه الأعداد قرابة 17,000 واحد يوميا يستقبل هذا المجمع، وخلال هذه الفترة قد يصل إلى أكثر من 170,000 شخص يستقبلون في هذا المكان المبارك. الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ودائما الأخوة هنا والسادة الكرام لديهم شعار أن يفتحوا القلوب قبل البوب، وبإذن الله نكون عند حسن ظن أخواننا وأعزائنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال. سيدنا، شنو اختلف هذا العام عن العام السابق؟ بالتأكيد هذا العام أعداد الزائرين أعداد كبيرة، والأشياء المتوفرة أو اللوجستيات المتوفرة هي بمقدار ما يسع لأعداد أقل من هذا، ولكن ببركة الحسين عليه السلام ورعاية الحجة عجل الله فرجه نرى أن الجميع متفهم لتقديم مثل هذا الخدمات، والحمد لله ترى هذه الآلاف متواجدة
في هذا المكان من بيتهم إلى سكنهم إلى أكلهم إلى فطورهم إلى غداهم إلى عشاهم إلى كل التفاصيل. لم نرى هنالك مشاكل حقيقية بحيث نسعى الجميع لحل هذه المشاكل، الجميع متفاهم، حتى الأخوة في مناطق مختلفة من العراق يعني المسيرة لم تمر على محافظاتهم في مناطق شمال بغداد، الآن بدأوا يرسلون الثلج وبعض اللوجستيات من أجل مساعدة أخوانهم في الجنوب. هذا هو العراق الموحد، هذا هو الحسين يوحد الجميع وهو للجميع، والحمد لله ببركة أبي عبد الله بإذن الله تسير المسيرة. سيد، بسؤال أخير، الزائرين المتواجدين في هذا المجمع الثقافي أجانب عرب كل الجنسيات نجوم يشوفهم هنا؟ المتواجدون في هذا المكان هم من العراقيون ومن الأجانب ومن الدول الإسلامية والدول الأوروبية ومن كل مناطق. هذا المكان مكان الحسين عليه السلام، بحجم مشروع الحسين يستوعب هذا المكان الناس من كل الطوائف من كل الأماكن، وبإذن الله مفتوحة كل الأبواب لكل الناس يتواجدون ويتفاعلون، والبعض هو زائر ولكن يحب أن يقدم الخدمات في هذا المكان، يرى أنه أهل لذلك من يقدم خدمة، يشعر باطمئنان نفسي وحالة نفسية راقية في خدمة أبا عبد الله. موفقين سيدنا، نسأل الله القبول ونسأل الله التوفيق، ونتمنى من الله أن رعاية الحج عجل الله فرجه لهذه المسيرة، أن تسير هذه المسيرة، الجميع يذهب إلى كربلاء ويعود إلى بيتي غانما سالما بإذن الله وقبول الدعاء. مأجورين سيدنا، عاشتين موفقين إن شاء الله، الله يحفظكم. إذن متابعينا الكرام، تحدث سماحة السيد بصورة مباشرة عن الزائرين المتواجدين في هذا المجمع الثقافي اللي يضم جميع الجنسيات الموجودة في العالم من الأجانب والعرب وأخواننا من الدولة الإسلامية الإيرانية وأخواننا من الخليج العربي. إذن هذا المجمع فاتح أبوابه لجميع الزائرين، لا فرق بين عربيين وأعجمين، الكل هنا زوار الإمام الحسين، والكل في هذا المجمع الثقافي يخدمون هؤلاء الزوار. ما زلنا متواجدين بمدينة النجف الأشرف للإطلاع على كل الأمور الخدمية اللي نشوفها بالمحافظة واللي يقدمون الخدمة الزوار أبا عبد الله المتوجهين إلى كربلاء المقدسة. ما ننسى الجهود الاستثنائية اللي تقدمها بلدية النجف الأشرف خلال موسم زيارة الأربعين، جهود استثنائية، جهود جبارة ممكن يقدموها الأبطال في بلدية النجف الأشرف رغم كثرة الزائرين. خلي ألتقي بأستاذ لقاء الزرفي حتى يعطينا تفاصيل مهمة عن دور البلدية، جهود أبناء البلدية في التنسيق في تقديم الخدمة لزائرين أبو عبد الله الحسين. مساء الخير أستاذ. مساء النور. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لمستمعي ومشاهدي إذاعة تلفزيون الفرات التي دائما تواكب هذه الأحداث التي عودتنا وعودت المشاهدين أن تكون في قلب الحدث. حقيقة تشهد مدينة النجف ويشهد بلدنا العراق هذا العام زيارة غير مسبوقة نتيجة مثل ما نريد نقول أنه انحرموا الزائرين اللي من خارج العراق وأيضا من داخل العراق العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا ووجود الحظر اللي منع الزائرين. هذه العام تشهد أعداد غير مسبوقة وخصوصا مدينة النجف. تعلمون مدينة النجف هي مدينة ممر، مدينة النجف تكون مدينة الممر لمدينة كربلاء المقدسة، أيضا مدينة النجف تحتوي على مطار النجف الدولي. هذا من شأنه أن يجعل بلدية النجف تعد العدة وعدة غير مسبوقة لهذه الزيارة، لذلك أعدت عدة وأعدت خطة خدمية كانت بإشراف السيد محافظ النجف والذي خول السيد النائب الأول
الأستاذ هاشم القرعاوي المحترم بإدارة هذه الخطة الخدمية. الخطة الخدمية شملت أيضا دعم من مؤسسات بلدية من محافظة السماوة وكذلك من محافظة البصرة، ومن المتوقع أن تصل هذا اليوم أيضا آليات من محافظة الكوت حسب توجيهات وزير البلديات والأشغال العامة. أيضا لا يفوتني أن أذكر أنه هيكلة مع مديرية بلدية النجف هذا العام بلدية مشهد بأعداد من المتطوعين ناهز القرابة 450 عامل ومتطوع، وكذلك آليات كابسات بحدود 9 إلى 10 كابسات وقلابات وضاغطة هواء، وكذلك بلدية طهران أيضا قسموا إلى قواطع داخل المدينة القديمة وشمل عملهم من مجسر الإسكان إلى المدينة القديمة وصولا إلى نفق العسكريين على شارع كربلاء. أيضا داخل المدينة القديمة توزعوا إلى عدة قواطع بلدية مشهد وبلدية طهران، لأن نتيجة الحشود ونحن لدينا علم مسبق يعني من لقاءاتنا خلال الوفود الإيرانية اللي جاءت للمحافظة والتقت بالكوادر المتقدمة والتقت في مديرية بلدية النجف ومدير بلدية النجف، لذلك عدت عدة وخطة متكاملة لهذا الشيء. هذه الخطة تشمل توزيع مدينة النجف إلى قواطع، أقوى القواطع مما لا يقبل الشك هو قاطع طريق يا حسين الذي تنتهي بلدية النجف إلى عمود 350، من بلدية النجف يقع على عاتقها تقديم الخدمات من حدود محافظة قضاء المناذرة وصولا إلى عمود 350 مفرق نجف كفل. فلذلك عدة خطة هذه الزامنة. أيضا علينا أن لا ننسى أنه هذه السنة زيادة وزخم المواكب الحسينية أيضا بالأحياء السكنية أو بالمناطق السكنية، لذلك صار لزوما على بلدية النجف أن لا تغادر هذه المناطق ولا تتركها، لأن ترك هذه المناطق يعني تكدسها في الأحياء. فلذلك استعانت بتأجير الآليات وتأجير من الآليات التخصصية الكابسات لدعمها، وكذلك تأجير القلابات، وكذلك تأجير الشفلات، وكذلك ارتأت هذه السنة إلى عمل مواقع للطمر المؤقت، طمر مؤقت يعالج ما بعد الواحدة ليلا، ما بعد الواحدة ليلا تعمل هذه الآليات الثقيلة لرفع هذا الطمر، لأن تعلمون حركة الزائرين وكثافة الزائرين وقطوعات الطرق لا تمكن آليات الكابسة من الخروج خلال فترة الزيارة وخلال فترة الذروة. لذلك ارتأت بلدية النجف أن تنشئ مواقع للطمر الصحي سواء على طريق يا حسين أو سواء على طريق في بعض الأماكن، مثلا في المدينة القديمة ارتئينا أن يكون الطمر في موقع 26 خلف محطة وقود الكرار، يعالج ما بعد الواحدة ليلا اللي يخوف. لكن حقيقة رغم التوقعات ورغم اللي كنا نعلم أنه تجي، لكن فاقت التوقعات وفاقت كل حدود. نسأل الله أن تنتهي هذه الزيارة بأمن وأمان وبسلامة. أستاذ لقاء بسؤال أخير، أنه جهودكم مباركة ومشكورة، وهذا يشكل عليكم عبء يوم إحنا خلال 20 يوم أكو مناسبتين مليونية، زيارة 40 وعودة الزوار إلى النجف، كذلك زيارة وفاة الرسول الأعظم. هذا ما راح أنه الكوادر البلدية تعبون يملون يكلون. أحسنت. حقيقة فاتني أن أذكر أنه الخطة الخدمية هي مستمرة إلى نهاية شهر صفر، يعني من 5 صفر بدأت الخطة الخدمية إلى نهاية شهر صفر، يعني شاملة خطة زيارة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. التعب نعم موجود، الجهد موجود، لكن أمام تعب الزائرين وأمام هذا الشيء التعب لا شيء. البلدية آلت على نفسها، وفي اجتماع كان للسيد مدير البلدية والسيد الوكيل الفني والسادة المعاونين ومسؤولي الأقسام، آلينا على أنفسنا أن نضع كل شيء، نعم في نفس الإنسان وفي نفس العامل أن يقدم خدمة، وفي نفسه أن يكون يشترك مع المواكب، لكن آلينا هذه السنة أن نستلذ في هذا التعب. هذا تعب فيه لذة وفيه شيء وفيه طعم يختلف عن طعم كل تعب، ونسأل الله أن ندخل ضمن رحمة الإمام الصادق عندما قال: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. مأجورين. أريد رسالة أخيرة، زوار الإمام الحسين عليه السلام كبلدية النجف. يعني حقيقة رسالة أخيرة للزوار، نقول لكم مدينة النجف مدينة الأمن والأمان والسلام، ونرحب بكم وأهلا وسهلا بكم، ونطلب منكم التعاون مع مهندس النظافة، لأن مهندس النظافة وعامل النظافة والسيد مدير البلدية وجميع الكوادر المتقدمة متواجدة ليلا نهارا هي تعمل لخدمتكم. فالرجاء كل الرجاء، ونلتمسكم ونقبل أياديكم أن تعينوا كوادر مديرية بلدية النجف. كذلك لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأصحاب المواكب
اللي هالعام يتمتعون بثقافة تختلف كثيرا من خلال جمع أكياس النفايات التي وزعت إليهم والحاويات. فنقول لهم أعينوا كوادر البلدية، لأن مهما كانت ومهما موجود العدد لا يستطيع أن يغطي هذه الأعداد الحشود المليونية، ونسأل الله أن تزود ببركة محمد وآل بيت محمد. موفقين إن شاء الله أستاذ لقاء، وجهودكم مباركة. عاشتين. شوف المواكب عيدها واجب تخدم الجار، مساج طبيعي. هلا بالزوار، هلا بيهم. يقلوا لفدوا اهدينا خطوة. احد الخدمات المقدمة على طريق الزائرين طريق نجف كربلاء، الان بعد منتصف الليل، الساعة الثانية بعد منتصف الليل، خدام المواكب من أهالي النجف قدمون خدمات مختلفة على طريق الزائرين، واللي هي مثل ما وضحتها الكاميرا مساج طبيعي بالمجان. كل زائر يعاني من تشنج عضلي، عنده فد دمار لازم بمكان ما، هنا أنا موجودين الأبطال يسووا له مساج مثل ما تشوفون. وقت متأخر من الليل، لكن هم ما عندهم أي مشكلة أنه يقدمون الخدمة الزوار أبو الأحرار. تعالوا خلينا نشوف شنو اللي يدفعهم، شنو اللي يخليهم يقدمون خدمه، واحنا هسه بوقت متاخر من الليل. قواك الله. بعد روح الله. ماجور. شلونك؟ عاش تيدك؟ والله عادي. تعبان اشوفك لو لا؟ اي والله ما عاد مشيت. شنو يسوون مساج؟ ايه. شنو؟ عندك خبره بالمساج؟ ايه طبعا. صدق؟ حاره الدنيا. ايه والله حاره. بس انت مو يمك الموضوع، مو يمك، ما عندنا شيء، ما عندك شيء، اهم شيء الخدمه. ماكو احسن من الخدمه. ماكو احسن من الخدمه. اي والله. زين وقت متاخر هسه الساعه 2 بالليل، مو المفروض بس انت نايم مرتاح؟ لا ما عندي شيء. وين تروح؟ والله شبعان نوم. شبعان نوم؟ اي والله. انت شفتك بالليل؟ ايه. تشتغل بالليل على الزوار؟ صبح نايم. صبح نايم؟ ايه. شلون السوق عندك زوار يجون هنا مساج؟ ايه طبعا يجون. والله. هو راحه طبعا يكيف بيه. كيف بيه؟ يوصل كربلاء. انت مطقطق كل عضلاته. طبعا. ماجور حبيبي. حبيبي هلا بيك. الله يعافيك. سؤال. لا بالعكس، هاي خدمة. لا خليني اسالك سؤال. نتشرف بيها. انت ما تستنكف؟ لما خدمة سوق واقف سوي المساج. لا والله خدمة نتشرف بيها. يشرفون. يجون والله نكيف اصلا. كيفين؟ اي والله كيف. فانا بالاخص انا. مكيف فرحان. ماجور حبيبي باشر عملك. ماجور. 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 قواك الله حبيبي. بعد قلبي قوى الله حيلك يا قلبي. ماجور. ما الله وديك. ما تعبان؟ لا والله اللي حسين ماكو تعب ان شاء الله. والله. زين سؤال هسه الساعة 2 صارت. اي عادي. وين بتروح تنام؟ لا ماكو نوم. شنو؟ يعني لابو عبد الله ماكو نوم. لابو عبد الله ماكو نوم؟ اي. يعني هاي زوارة قاعدة تتقدم من الناصرية، البصرة، الحمارة. احنا نخليهم على راسنا. والنعم منك. والله. الله. بعد قلبه يا غاتي. شنو عندك خبرة بالمساج؟ شوفك. اي اي. وهيك واي. انت عملك بالموكب مساج. اي اي مساج ماكو. انا ابوي علمنا على هذا المنهج. اي. قال لي يعني عرق النساء. اي. فشي. اي. يعني هو علمنا على هذا المنهج. اي. والله. زين شنو اللي دفعك هسه؟ الدنيا حاره، شوفك تعبان. عادي قلت لك للحسين ماكو تعب ان شاء الله. ما شاء الله. باشرت من العشره لحد الساعه ما تعبان. من العشره جره واحده لحد الساعه؟ اي والله. والله العظيم ماكو تعب. وانسى. وانسى يعني احس روحي ما طاير من الفرحه وفرحان. أيوة والله. والله العظيم. ماجور. بعد قلبه رحمه ربي يوفقك. ماجور. حبيبي. ماجور عاشت ايدك. ماجور قلبك. ماجور عاشت ايدك. إذا هاي الخدمة اللي يقدموها أبناء النجف الأشرف الآن في وقت متأخر من الليل وعلى طريق الزائرين، اللي يقدم ما يقدم، واللي يسوي العشاء، واللي هسه بدوا المواكب يسوون ريوق، وأكو أصحاب المواكب من الخدمة عندهم غير اختصاص، يقول أنا اختصاصي مساج الزائر التعبان اللي عنده تشنج، شد عضلي، دمار، تعبان، يجي هنا اللي عليه بس ينام والباقي يمي، يقوم من هنا يوصل لكربلاء ركض. انا هذا اختصاصي وبخدمه الزوار، لا استنكف، لا اتعب، لا امل، لا اكل، كل همي انه يقوم الزاير من يمي مرتاح وبطاقه كامله حتى يوصل لكربلاء المقدسه. مثل هيك خدمه، مثل هيك خدام موجودين على طريق الاحرار ما راح نلقى بس بالعراق. كرامة
آلات بدمك رسالات ديانات ديانات شطائف بحبك احتجت والكرب كم طائفة بحبك احتجت وصلنا لأحد المواكب الموجودة على طريق كيب داير وصلنا لأحد المواكب الموجودة على طريق الزائرين نجف كربلاء هذا أحد المواكب اللي يقدم هسه وجبة الريوق هاي شوربة إن شاء الله نوزعها فقليل للزوار إن شاء الله هذا ريوق تحتفرون له هاي تبتوها هسه ساعب 2:15 إن شاء الله شيء قليل هذا إن شاء الله للأفضل طبخ مستمر من الليل للصباح ثاني يوم إلى ثاني يوم الصباح بعد ساعتين تسوون ريوق إن شاء الله إيش راح يسوي ريوق نسوي هنقدر عليه مخلمة باقي اللودهن زين اقول انا الساعه مو وقت متاخر من الليل احنا بخدمه الزوار الاطفال موجودين هنا بخدمه الزوار احنا ما ترتاحون ما نرتاح بخدمتهم ينام من الصباح للصباح بخدمه من الزوار من الصباح للصباح بخدمتهم هسه حتى مو شفتات بخدمتهم احنا جايين نخدم الزوار انا خبروا انا مين مهلي انا جاي اخدمهم المن جاي انا عايف بيتي وعايف عملي غير جاي اخدم الزاير ليش تخدم الزاير اخدم احصل اجر على قد خدمته حصل اجر حصل اجر وهذا قليل ان شاء الله هذا قليل اي هذا قليل ان شاء الله يعني الاحسن راحتكم في سبيل زوار الامام الحسين عملكم وعوائلكم في سبيل خدمه زوار الامام الحسين هذا قليل هذا شنو هذا العطاء اللي جاب قدموه هذا بعد هو عطاء عبد الله وعطاء جدنا ماجورين حبيب ابن مظاهر ماجورين شيخ الانصار تعاي عمو شلونك زينه ما تعبانه لا تروحين تنامين؟ ما اريد ليش؟ ما ناس انا شنو تخدمين الزوار؟ ايه شنو توزيع لهم شربه؟ ايه آه. ريوق ريوق؟ ايه وبعد ساعتين همتين تبقين قاعد توزعين لهم ريوق مخلمه وبيض؟ ايه هاي آه شنو؟ ما تعبين؟ لا ليش عمو هيك قاعده تخدمين الزوار يعني شنو اللي دفعك؟ ثواب واحتر حصل ثواب تحصلين ثواب؟ تخدمين زوار الامام الحسين؟ ايه اذا حتى اطفالنا بالمواكب ما يريدون ينامون حتى لو تعبانين يقول لك احنا ما ننام هنا نخدم الزوار احنا مود نحصل ثواب زوار ابا عبد الله ماجور عمو اي ماجورين عمو ما نعسان لا ليش اشتغل امام الحسين حتى صغر اجر واخدم زواره تخدم زواره جناس اللي بعمرك ناموا ودرتاحون انت ليش قاعد اخدم امام الحسين تخدم امام الحسين ماجور ان شاء الله إذن الصورة واضحة أطفال شيب شباب نساء الكل موجودين على طريق الزائرين طريق أبي الأحرار حتى يقدمون الخدمة لزوار الإمام الحسين عليه السلام القادمين من الجنوب زوار الأجانب اللي ينطلقون من النجف الأشراف حتى يصلون لكربلاء المقدسة الكل يسيرون في هذا الطريق ويجدون من يخدمهم أطفال شباب وشيب وناس كبار الكل موجودين في الطريق إلى الله إلى الله صيح إلى الله إلى الله كل اللي شفتوه بهاي الحلقة هو نقطة في بحر من كرم وعطاء وتضحيات أهل النجف أهل النجف وعلى مدار العام وفي كل المناسبات الدينية يتسلحون بالخدمة لهنا انتهت الحلقة وعطاء أهل النجف لا ينتهي نشوفكم